نتنهي للأخبار من القاهرة، بيبدأ معكم من الآن ويستمر قرب منتصف ليل القاهرة. هيكون لنا فيه حوار رئيسي أوحد ما زال بيتحدث عن تداعيات هذا الحادث الإرهابي الذي وقع صباح الأحد داخل الكنيسة البطرسية وأودى بحياة 25 ممن كانوا يؤدون الصلاة يوم الأحد داخل الكنيسة. هذا الحادث والنظرة الشاملة له بكافة جوانبها، سواء بطرق التصدي، أيضا المواجهة وردود الفعل العالمية حوله، سواء كانت ردود الفعل العربية أو الدولية، كيفية استثمارها في إقامة مواجهة شاملة دولية لمحاربة الإرهاب. ليس كل هذا فقط، لكن أيضا جهود الأمن واستطاعتها في الوصول إلى مرتكبي الحادث، مقترفه الانتحاري الذي نسف نفسه في داخل الكنيسة، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان على العهد والوعد بأنه لا يقدم التعازي إلا عند الوصول إلى الحقيقة، كما ذكر سيادته أثناء الجنازة الشعبية والرسمية والعسكرية المهيبة التي كانت في يوم الأحد يوم الاثنين عفوا. كل هذه الأمور تجعلنا نتحدث أيضا عن نسيج وطني واحد، عن محبة وطنية، الأحداث التي تقوي ولا تضعف، كيف يتحول المجتمع المصري إلى هذه الجبهة الصادة لأي أخطار خارجية أو حتى أخطار داخلية من أي قوى شر، سواء في الداخل أو في الخارج. ده هيكون موضوع حوارنا الرئيسي النهاردة مع الشيخ نبيل نعيم، خبير الحركات الإرهابية والقيادي السابق بالجماعة الإسلامية، والدكتور أحمد عز الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. لكن خلونا نخرج لفاصل قصير ثم نتابع بعده مجموعة من أخبارنا لهذا اليوم في من القاهرة. ردود الفعل المختلفة ما زالت مستمرة حول حادث الكنيسة البطرسية. ميركل بتؤكد في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي على تضامن بلادها مع مصر في مواجهة الإرهاب. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية، أكدت خلاله تضامن بلادها مع مصر، وأعربت عن تعازي ألمانيا في ضحايا الحادث الإرهابي اللي تعرضت له الكنيسة البطرسية. أكدت كذلك ميركل حرص بلادها على مواصلة تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، وأكد الرئيس السيسي من جانبه حرص مصر على تطوير التعاون مع ألمانيا في مختلف القطاعات، معربا عن تطلعه لمواصلة التشاور والتعاون مع ألمانيا حول مختلف القضايا. أيضا الرئيس السيسي في اجتماع خاص كان بيؤكد على ضرورة الانتهاء من أعمال ترميم الكنائس المتضررة وفقا للمواعيد المقررة. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي بحضور مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير. ذكر السفير علاء يوسف أن اللواء كامل الوزير قدم خلال الاجتماع تقرير حول جهود ترميم ورفع كفاءة الكنائس المتضررة، وأكد الرئيس ضرورة الانتهاء من أعمال الترميم والإصلاح وفقا للمواعيد المحددة لذلك. صرف التعويضات والمعاشات الاستثنائية، هذا ما قامت به وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث قالت غادة ولي إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمر بصرف تعويضات ومعاشات استثنائية لأسر الشهداء والمصابين في حادث التفجير الإرهابي بالكنيسة البطرسية، واللي سيتم إقرارها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي غدا الأربعاء. أضافت ولي أنه سيتم بحث خلال الاجتماع صرف تعويضات بقيمة 100,000 جنيه و 40,000 جنيه للمصاب، بالإضافة إلى 1500 جنيه معاش استثنائي لكل أسرة من أسر المتوفين والورثة المستحقين وكافة أوجه الرعاية لتلك الأسر وتوفير العلاج اللازم. الوكيل مجلس النواب السيد عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سيادة النائب برحب بحضرتك.
اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بك سياده النائب. سياده النائب، مجلس النواب كان له جلسه مختلفه هذه المره عقب احداث الكنيسه البطرسيه، تحدث فيها عن الكثير من التشريعات والقوانين التي يجب ان تصدر او تفعل، وايضا كان في متابعه لصرف التعويضات والمعاشات الاستثنائيه لاسر الضحايا وايضا المصابين. الحقيقه كان بالامس جلسه استثنائيه مطوله، يعني استمرت من الساعة 12 حتى الساعة 8. في إجراءات كتيرة تم اتخاذها، في الحقيقة يعني أعباء كبيرة جدا كلفت بها اللجنة الدستورية والتشريعية لتعديل بعض مواد قانون العقوبات وخاصة المادة 136 وقانون مكافحة الإرهاب. الحقيقة امبارح يعني خلصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور بهاء الدين أبو شقة المستشار، لأنها كلفت الحكومة خلال 30 يوم تأتي بقانون إجراءات بنائية جديد خلال 30 يوم جديد. وفي يعني هيتعمل بالنسبة للقضاء لجان خاصة بمكافحة أو بقضاء الإرهاب. بالنسبة للمعاشات زي ما حضرتك قلتي، حصل ان السيدة غدا والي امرت بعد ما قعدت في مداولة مع معالي رئيس الوزراء، نعم، الباشمهندس شريف اسماعيل، ب 100,000 للمتوفى و 40,000 للمصاب ومعاش استثنائي 1,500 جنيه، وده على الفور. يعني الحقيقة يعني المشكلة تم علاجها بطريقه سريعه جدا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن قبل الحكومه ومن قبل مجلس النواب ايضا باتخاذ الاجراءات. الحقيقه كانت المناشده واضحه جدا وعلى الهواء مباشره اثناء تقديم سياده الرئيس التعازي في المصريين الذين راحوا ضحيه هذا الحادث في الكنيسه البطرسيه. كان في مناشده واضحه لمجلس النواب للحكومه بتفعيل القوانين او صدور الكثير من التشريعات التي يحتاجها القضاء من أجل استطاعته للوصول إلى أحكام لمحاكمة هؤلاء المجرمين أو الإرهابيين في داخل الوطن. الحقيقة القضاء يعني محتاج قوانين عشان خاطر يعني القضاء بيحكم بقوانين فيها مماطلة في الوقت وفي الزمن، وده يعني بيفرغ الموضوع من مضمونه، إنما لما بيكون في عدالة ناجزة حازمة بيكون في ردع للاخر. الكلام ده كله محتاج مننا جهد كبير. ان شاء الله خلال الاسبوع ده هيكون في حاجه من مجلس النواب، وخلال الشهر ان شاء الله ان لم تاتي الحكومه بقانون جديد للاجراءات الجنائيه سوف يتم على الفور تعديلات مهمه وفوريه من قبل مجلس النواب. اما بالنسبه للداخليه فالحقيقه يمكن انا كنت في لجنه حقوق الانسان النهارده كانت منعقده لهذا السبب ايضا، طلبت بأن يأتي وزير الداخلية لينا لجنة حقوق الإنسان عشان نشوف مدى القصور في عمل الداخلية، هل هو قصور في مهارات الضباط أم هو قصور مالي؟ الكلام ده كله هنقعد نناقشه مع وزير الداخلية. أم قصور تشريعي يا فندم بيكبل إيد رجال الأمن أو حتى القضاء؟ الحقيقة القضاء بيكبل إيديه بالقوانين اللي بتدي ثلاث درجات تقاضي امام محكمه النقض. الكلام ده طبعا احنا بنعدله على الفور. اما بالنسبه للداخليه فهناك امر اخر، لانه لابد ان تتوافر جهود اربع وزارات مع وزاره الداخليه. وزاره التضامن الاجتماعي مهمه جدا ان تتوافر جهودها مع وزاره الداخليه، لان معاش الضمان الاجتماعي 326 جنيه للاسره اللي عائلها بيتوفى هو ده اللي بيفرغ الارهابي. 326 جنيه اما هيطلع يعني ولد في اسره اما متشرد واما بلطجي واما ارهابي يتم اختطافه فكريا وعاطفيا. الكلام ده كله لازم يكون فيه تضامن مع وزاره الداخليه، لازم وزاره الخارجيه تعمل يعني على قدم الوثاق مع وزاره الداخليه. السفراء لازم يتعاملوا بطريقه مهمه مع الدول اللي لها مصانع في المنطقه العربيه، اللي مصر وقفت حلقه يعني او شوكه في حلق هذه المصانع. كل الكلام ده لازم يكون في تناغم، ولازم الكل يغرد في سرب واحد حتى تقطع يد الإرهاب الداخلية في مصر.
أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة النائب عاطف على هذه المداخلة وهذه الرؤية الواضحة لما قام به البرلمان وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري. الرئيس يوجه بإنشاء مستشفى أبو الريش للأطفال بالصعيد. تطرق اجتماع سيادة الرئيس أيضا اليوم مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي إلى الخطوات اللي اتخذتها وزارة الإسكان للمساهمة في بناء مستشفى للأطفال في الصعيد بما يدعم من جهود التنمية ويساهم في تعزيز الخدمات الطبية المتوفرة لأهالي الصعيد ويجنبهم مشقة السفر إلى المحافظات الأخرى لتلقي العلاج. وجه الرئيس بقيام وزارة الإسكان ببدء العمل في أقرب فرصة في بناء فرع لمستشفى أبو الريش للأطفال في الصعيد والنظر في تخصيص الأرض اللازمة للمستشفى سواء في مدينة أسيوط الجديدة أو في سوهاج الجديدة. أيضا الرئيس يوجه بإنشاء 45 مدرسة وفقا للنموذج الياباني. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن اجتماع الرئيس اليوم مع وزير الإسكان تناول سبل الارتقاء بالمستوى الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية من الناحية الإنشائية وتطوير المرافق الخاصة بها فضلا عن زيادة أعداد مدارس النيل في ضوء ما تقدمه من خدمات تعليمية متميزة. وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بقيام هيئة المجتمعات العمرانية بإنشاء من 15 ل 20 مدرسة من مدارس النيل في الأراضي التابعة لها بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى مواصلة قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء 45 مدرسة وفقا للنموذج الياباني، فضلا عن إنشاء 100 مدرسة لصالح هيئة الأبنية التعليمية على أن يتم تنفيذ جزء منها ليعمل بنظام مدارس النيل بما يساهم في تعزيز الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب. هاتفيا الدكتور عبد الرحمن بوري وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب ينضم إلي عبر الهاتف. برحب بحضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا بمعاليك. سيادة النائب، قضايا التعليم قضايا متشابكة وكثيرة، أحدها بيتكلم عن البنية الأساسية في المدارس، عدد المدارس، كثافة الفصول، نوع ما يقدم من خدمة للتلميذ داخل المدرسة لكي تكون جاذبة وليست طاردة. إذن ما سيصل إليه مجلس النواب في هذا الصدد بالتعاون مع الحكومة للوصول للهدف؟ اللي بيتم دي تجارب رائدة. احنا عشان نتطور في مصر أي تطور بنيجي بيقابلنا الماضي والدمع ويقابلنا أولياء الأمور، وكل مصر على أن يعلم كما تعلم لا كما ينبغي أن يعلم. عشان كده الكل مش عاوز يغير بسهولة، كل ما نقول حاجة تغيير الكل أولياء الأمور والجميع بيقر. الفكرة بتاع النهاردة بتاع التوسع في مدارس التجربة اليابانية، وأنا أعتقد أنها مدارس المتفوقين وليس مدارس النيل، يعني هي مدارس الاستم. أعتقد أن الخبر ما أعرفش مدى صحة النيل، أنا أعتقد أن هي مدارس الاستم وهي مدارس المتفوقين. هي مدارس النيل بتشمل أيضا الخبر يا فندم؟ أنا أعتقد أن هنا الجملة دي محتاجة تتراجع، لأن اللي احنا بنطالب به هي مدارس الاستم، أن كل محافظة يكون فيها مدرسة. نعم. أما مدارس النيل فعشان أكون صريح مع سيادتك، احنا واجهتنا شكاوى كبيرة جدا من أولياء الأمور، كبيرة جدا. وجت عندنا اللجنة ونزل فريق من لجنة التعليم، وفعلا حصل أزمة في هذه المدارس. فهي المدارس دي ما تتبعش، هي تتبع مشروعات تطوير التعليم التابعة لرئاسة الوزراء وليس لوزارة التربية والتعليم. نعم. فمدارس النيل دي حاجة ومدارس الاستم دي حاجة. مدارس الاستم هي مدارس المتفوقين. طيب حضرتك وضح لي، حضرتك وضح لي فكرة مدارس المتفوقين وتنفيذها هيكون ازاي في المحافظات المختلفة ومدى استيعابها هيكون ايه؟ هي تقريبا المدرسة بتقعد في حدود 150 طالب، بيكونوا جايبين الدرجة النهائية مادة الرياضيات ومادة العلوم ومادة الإنجليزي، مادتين من الثلاثة. نعم. ده بناخد المتفوقين بتاع كل محافظة، فبنتوسع لكل محافظة يبقى فيها مدرسة من مدرسة المتفوقين دي. أنا بتختلف في طريقة التقويم واستخدام الأنشطة، نفس الشبه ده موجود معاها ومع المدارس اليابانية. إن الأنشطة 50% والمواد الأكاديمية 50%. أضف إن عدد من المعلمين عندنا الأنشطة اللي يعني مش أي أنشطة، الأنشطة كمان اللي بتبني السلوك أو بتبني العقول، التربية زي ما بنقول يا فندم، مش بس مجرد التلقين اللي قدمنا عليه للأسف في عملية التعليمية. ده اللي احنا بندور عليه.
ان كفانا تلقين، لان النتيجه بتاعته كلنا شايفينها وصلتنا لفين. فانا عشان اغير مره واحده، المجتمع ما بيتقبلش التغيير، انما الفكره الجميله بتاع معالي الرئيس والكل بالمناسبه هذا الكلام الفريق الاستشاري للرئيس مع لجنه التعليم بالبرلمان مع الوزاره مع وزاره التعليم العالي، كلنا بقينا مترابطين في فكر واحد وبيربطنا نقاط مشتركه وبننطلق مع بعض. طيب ده, كل واحد ده, شغال ده, ده من المفترض ان هو يكون اولى خطوات النجاح، ان في استراتيجيه واحده او حتى في تعاون بين الجهات المعنيه المختلفه. لازم نكون متفقين. انا بشكر حضرتك. بشكرك سياده النائب الدكتور عبد الرحمن برعي وكيل لجنه التعليم بالمجلس. سوريا والشعب السوري، الحالة الإنسانية المتردية اللي وصل ليها خاصة في حلب وفي ظل معركة يحاول فيها النظام السوري بقيادة بشار الأسد وأيضا مدعوم بغطاء جوي روسي محاولة السيطرة من قبضة تنظيم داعش على بعض الأحياء الداخلية في حلب. المعركة كما قال المحللين باتت قاب قوسين أو أدنى من النهاية وأن تحسم للنظام الرسمي السوري، لكن مندوب مصر في مجلس الأمن كان في كلمة واضحة خاصة بالشعب السوري والاهتمام بالحالة الإنسانية المتردية لهذا الشعب. السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر في مجلس الأمن قال إن الشعب السوري بيعاني أزمة إنسانية طاحنة ولابد من وجود إرادة حقيقية من كل الأطراف للوصول إلى حل. أضاف كذلك خلال جلسة طارئة في مجلس الأمن أنه لابد من أن تدرك أطراف الأزمة أنه لا طائل من هذا الصراع، لأننا أصبحنا بصدد حرب شاملة لن تهدأ بدون حل سياسي، لن تهدأ بدون حل سياسي. دي المواقف المصرية الثابتة باتجاه القضية السورية. الخبر الآخر عن جهود السفارة المصرية في إنقاذ أسرة مصرية كانت في حلب. تنجح السفارة المصرية في إخراج العائلة المصرية من منطقة الاشتباكات في حلب تحديدا. صرح محمد ثروت سليم القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق بأن السفارة نجحت في إخراج أسرة المواطنين المصريين كمال عبدو حسن شحاتة، زكريا كمال عبدو حسن شحاتة، مجموع 15 شخص من منطقة الاشتباكات في حلب. تواصل السفارة المصرية في دمشق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل سفر المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، بما في ذلك من خلال تسوية وضع جوازات السفر المنتهية أو حتى استخراج وثائق سفر مؤقتة للمواطنين. وتقوم بجميع هذه الإجراءات بما في ذلك تحمل تذاكر السفر بالطيران مجانا بالنسبة للحالات المتعثرة ماديا. إذن هذا نداء إلى المصريين في الأماكن المشتعل فيها الصراع في سوريا، ودعوة من الوطن الأم والسفارة المصرية بالعودة على نفقة الدولة وحتى تسيير الأمور من ناحية الوثائق المختلفة اللازمة للسفر. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد عيسى المحلل العسكري والاستراتيجي السوري. برحب بحضرتك يا دكتور محمد. دكتور محمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال في هذه المتابعة عن الشأن السوري. الخبر الآخر بيتحدث عن المهندس شريف إسماعيل الذي بيبحث مع وزير الري سبل الاستفادة من الخزان الجوفي بما يخدم مشروعات التنمية. وجه رئيس الوزراء بتحديث الدراسات العلمية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والخزان الجوفي بما يخدم مشروعات التنمية في مصر، وده جه خلال لقاء رئيس الوزراء مع وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي وعدد من مسؤولي الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الري. شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات المتعلقة بمواجهة السيول، وطلب بزيادة عدد البعثات العلمية لمهندسي الري بالخارج مع وضع حلول فورية وعاجلة لمشكلات الصرف الصناعي والقضاء على تلوث المصارف. مرة أخرى الشأن السوري مع الدكتور محمد عيسى المحلل العسكري والاستراتيجي السوري. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وعليكم السلام. دكتور محمد، سوريا والمشهد الآن خاصة في حلب. يعني الآن يمكن القول أن حلب قد تحررت، سواء أعلن هذا الأمر رسمياً أو شعبيا. الناحية الشعبية أعلن هذا الأمر، لكن بقي أن ننتظر بيانا عاما من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن فيه انتهاء العمليات العسكرية في مدينة حلب وخروج المسلحين غدا صباحا حوالي الساعة الخامسة إلى باتجاه الأتارب، وهي قرية تقع إلى يعني الجنوب الغربي
من مدينة حلب بحدود 20 أو 25 كيلومتر، وهي مجاورة لريف إدلب. بانتهاء بهذه العملية يكون قد تم تحرير كامل مدينة حلب، وهي العاصمة الاقتصادية لسوريا، بل هي أكبر حتى من مدينة دمشق ذاتها. إذن حلب وتحريرها له الدلالات. ماذا بعد تحرير حلب إذن في المشهد السوري، وما يمكن أن ينذر به هذا التحرير؟ أولا يعني هو سقوط مشروع تقسيم سوريا، كان يراد من مدينة حلب أن تكون عاصمة مكافئة لدمشق، بمعنى هناك يجري تفاوض ليس بين الدولة السورية ومجموعة من المعارضين، بل هي تفاوض بين حكومة دولتين إذا صح التعبير، لكل منها شروطها ولكل منها القوى الدولية التي تدعمها. فالآن سقطت تلك المقولة، وسقطت مقولة ليبرمان بتقسيم سوريا. هذا من جانب. من جانب آخر، إذا قلنا أن هناك حوالي 70,000 جندي تقريبا تقاتل في حلب ومحيطها، هذا يعني أن تحرير أو تحرر 70,000 جندي أو طاقة 70,000 جندي سوف تكون ذات قوة كبيرة عن زجها على محور آخر. أظن أن المحور القادم سيكون توسيع نطاق الأمان حول حلب، ومحور آخر باتجاه دير حافر والباب، وربما مسكنة، وربما أيضا باتجاه ريف إدلب، إدلب أو ريف حلب الشمالي. الخيارات أصبحت كثيرة. لكن الأوضاع الإنسانية أصبحت هي الشغل الشاغل، أوضاع إنسانية متردية طالت الجميع في حلب وغيرها من المدن السورية. ما هي الحلول برأيك من قبل النظام لنوع من الصحوة مرة أخرى للشعب السوري؟ كيف تضمد هذه الجراح فيما هو قادم؟ يعني لنكون صريحين، أنا أتكلم على محطة عربية، هي محطة مصر العربية، ويفترض في يعني يكون يعني الأمر أكثر موضوعية. ليس هناك في حلب أزمة إنسانية، هذا التباكي الدولي على الموضوع الإنساني هو تباكي على الإرهابيين، لأن سقوط الإرهابيين في حلب سقوط مشروع تقسيم سوريا الذي يريده ليبرمان، عبر عنه ليبرمان. نعم. هناك الجيش العربي السوري، الجيش العربي السوري هو من يخرج المدنيين ومن يؤمن لهم الطعام والشراب والمأوى. هل تصدقي أن الجيش المصري يمكن أن يقتل الشعب المصري؟ وأن هذا الكلام ليس في العقيدة المصرية من الأساس، وليس في العقيدة السورية. أنت تعلمين من عقيدة الجيش العربي السورية، العقيدة القومية التي وضعها الرئيس جمال عبد الناصر. إذا هذا الكلام ليس فيه، لكن هذا التباكي الغربي والأمريكي والبريطاني، خاصة اليوم المندوب البريطاني ينفي حتى وجود مسلحين في حلب. هذا الكلام ليس له يعني أي أساس من الصحة، و الناس في حلب تحتفل. سيظل المشهد معلق انتصار ميداني بالطبع للجيش النظامي السوري والنظام الرسمي، لكن الحالة الإنسانية تحتاج إلى حلول، وربما الأسئلة ما زالت مفتوحة. أين سيذهب الإرهابيون، أو أين ستذهب هذه الجماعات المسلحة بعد حلب؟ الجماعات المسلحة تجهد كما قلت لك إلى منطقة ريف إدلب. ريف إدلب، نعم، التي ستكون المعركة الفاصلة في تحرير سوريا. كل الجماعات، كل زبالة هذا العالم من الإرهابيين انتقلت إلى إدلب. إدلب هي مجاورة للواء اسكندرون الذي تحتله، نعم، تركيا كما تعلمين. المواجهة، وبالتالي فإن الضغط العسكري الذي يمكن يوجه إليهم سوف يقودهم إلى التوجه إلى تركيا، وهو المكان الذي أتوا منه بكل الأحوال. يتم تجميعهم هناك، لكن أما من الناحية الإنسانية والكل يتحمل مسؤوليته. أنا بشكرك جزيل الشكر. أنا في حالة، عفوا على المقاطعة، الدكتور محمد عيسى المحلل العسكري والاستراتيجي السوري. مرة تانية نعود إلى الخبر المصري بالاستفادة من الخزان الجوفي بما يخدم مشروعات التنمية في مصر، وأيضا آخر الإجراءات لمشكلات الصرف الصناعي والقضاء على تلوث المصارف، وأيضا الاستفادة من مياه السيول. مهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري انضم إلي عبر الهاتف. برحب بحضرتك مهندس وليد. أهلا بك باشمهندس وليد. دايما كل ما الجو حالته بتضطرب بنتكلم عن السيول وحالة الطقس والاستفادة من المياه، أيضا خزان المياه الجوفي. تم اكتشاف أكثر من خزان جوفي، مثلا محور الضبع والاكتشافات الجديدة، خزان جوفي في الفرافرة، التوسعة في الزراعة واستغلال المياه بالشكل الأمثل. كل هذه القضايا أين وصلت ليها وزارة الري والموارد المائية؟
طيب نبدا الحقيقه بس باجتماع النهارده مع اتفضلي مع معالي رئيس مجلس الوزراء مع سيد وزير الري ومع بعض قيادات الوزاره والموضوعات اللي نقصد فيها، وهيك اشرت الى بعضها اللي هي موضوع التلوث، وده احد اولويات الحكومه الحقيقه في الفتره الجايه، مواجهه التلوث ومكافحه التلوث في المجاري المائيه، سواء كان تلوث صناعي او تلوث من صف صحي او غيره يعني. والحقيقه كان في النهارده برضه توجيهات للوزارات المعنيه له، حيث عارفه وزاره الري بتستقبل يمكن اكثر الملوثات من جهات اخرى، سواء كانت مصانع مثلا صرف صناعي او صرف صحي. ففكره معالجه هذا التلوث من مصدره بدل ما يوصل للمجاري المائيه وابقى مضطر ان انا اعالج هذه المجاري المائيه تبقى تكلفه اعلى، ده صحيح. بالظبط فده كان النهارده التوجه العام والتوجيهات العامه برضه للوزارات الاخرى المعنيه ب منع التلوث او معالجه التلوث قبل وصوله الى المجاري المائي. وفي نفس الوقت طبعا في برضه اجراءات اخرى، لو وصل بقى طب اقدر اعالجه ازاي من بعض التقنيات المنخفضه التكلفه زي الاراضي الرطبه او بعض التقنيات الاخرى تكون برضه تكلفتها معقوله اقدر نتعامل معاها لو في تلوث موجود في المطار او في المجاري المائي. دي نقطة. النقطة الثانية برضو المهمة النهاردة كان الاجتماع دار حواليها موضوع الخطة العاجلة، الخطة الاسكندرية والبحيرة. زي ما حضرتك اشرت برضه السنه اللي فاتت كان في سيول او امطار شديده كانت في اسكندريه وفي البحيره، بعدها تم وضع خطه عاجله للتعامل مع هذا الامر، والحقيقه كان في تمويل سواء كان من موازنه الوزاره او من صندوق صحيه مصر، توفير تمويل تم من السنه اللي فاتت، والسنه اللي فاتت خلينا نشتغل على هذا الموضوع. احنا السنه دي الحمد لله اكثر استعدادا بكثير من العام الماضي لاستقبال الامطار الغزيره في حال تكررت في اسكندريه او البحيره. النقاط الساخنه اللي كان فيها مشاكل السنه اللي فاتت اتحلت الحمد لله، غالبا نقاط التقاطعات ما بين المجاري المائيه والبنيه الاساسيه سواء كانت طرق او سكه حديد او والحلول فيها استفاده يا فندم، فيها استفاده من المياه مش هدري ليها. لا بالتاكيد احنا اللي بيصل الى النيل او الامطار اللي بتنزل على الدلتا بشكل عام واسكندريه واللي احنا جزء منها بنقدر نتنبأ قبلها بحوالي 3 ايام بهذه الامطار، وبالتالي انا ببتدي اخزن شويه او اقلل كميات المياه اللي بتوصل للدلتا وغرب الدلتا، بستفيد بالمياه اللي انا بحجزها عندي في النيل في الاحباس بتاعت النيل، وبستفيد المياه اللي بتدخل على الارض الزراعيه انها بتروي بشكل مباشر. انا بشكرك وعفوا على ضيق الوقت لان مرتبطين بمعد موجز الانباء المهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي باسم وزاره الري. موجز الانباء مع امل نور. استعدادها للتعاون مع مصر لمواجهة الظاهرة، لافتة إلى أن هذه المأساة تؤكد ضرورة العمل المشترك الحازم في مواجهة الإرهاب الدولي. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند أكد أن هذا العمل الإرهابي الخسيس استهدف مصر بأكملها، مشددا على وقوف بلاده بجانب مصر في معركتها ضد القوى الظلامية. وعربيا، أكدت الدول العربية مساندتها لجهود مصر في مكافحة آفة الإرهاب التي تستهدف أمن مصر واستقرارها والتعايش السلمي التاريخي بين مختلف مكونات شعبها. ودعا المجتمع الدولي بأسره إلى توحيد الجهود من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب الأعمى الذي لا حدود جغرافية أو أخلاقية أو دينية لإجرامه. على ذات المنوال شدد البرلمان العربي على أن هذه الأعمال لن تثني الشعب المصري وقيادته في المضي قدما في حربه على الإرهاب صيانة لأمنه الوطني والأمن القومي العربي. أما مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب فقد شدد على أن هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها جماعات الإرهاب الأسود تخالف الإسلام وكافة الأعراف والشرائع. بدوره أكد بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني على أن هذا العمل الجبان لا يمت للأديان السماوية بصلة ولتعزيز التعاون الدولي. كذلك أكد مجلس الأمن على أن الإرهاب بكافة أشكاله يمثل تهديدا جسيما للسلم والأمن الدوليين، وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وداعمي العمليات الإرهابية ومطالبة جميع الدول بالتعاون الفعال مع مصر في هذا المجال. إذا
إذن الولايات المتحدة تدين، الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب مصر، ألمانيا تعرض المساعدة، روسيا تتعاون مع مصر في محاربة الإرهاب، دعاوى كثيرة وإدانات عدة سواء على المستوى العربي أو المستوى الدولي، ولكن ماذا بعد؟ لماذا لم يعقد حتى الآن مؤتمر دولي لمحاربة الإرهاب، هذه الظاهرة التي باتت تطال الكثير من الدول وتكون عابرة للحدود؟ ردود الفعل المختلفة سواء في الداخل المصري، أيضا جهود قوات الأمن في الوصول إلى مرتكبي ومنفذي ومخططي هذا الحادث للكنيسة البطرسية يوم الأحد صباحا أثناء أداء الصلاة، كل هذه الأمور تجعلنا نتحدث عن محاور كثيرة ومحاور عدة، مؤسسات للتنشئة، فكر كيفية تطويعه، وطرق المواجهة داخليا سواء على المستوى الأمني أو حتى على المستوى الأيديولوجي والفكري والتعليم. يشرفني بالحضور في هذا الحوار الدكتور أحمد عز الدين الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، برحب بحضرتك. دكتور أحمد، حادث يوم الأحد ما زالت ردود الفعل حوله سواء داخليا أو خارجيا مستمرة، وأيضا الآراء الكثيرة حول طرق المواجهة، دلالات التوقيت، ماذا بعد ومصر هل بتحارب الإرهاب فعليا لوحدها؟ تعقيب حضرتك على هذا المشهد منذ يوم الأحد وحتى اللحظة التي نتحدث نعم. فيها. طبعا نحن أمام مشهد ناطق بما يعني يستهدفه الآخرون من مصر، خصوم مصر وأعداء مصر، ماذا يستهدفون؟ المشهد ناطق يعني في الحقيقة، ولا يحتاج إلى، ولد موجة من الحزن وموجة من الألم وموجة عميقة لدى المصريين جميعا بالتأكيد. لكن للأسف الشديد هذا عمل إرهابي لكنه عمل سياسي بالدرجة الأولى. التعامل العام أو التناول العام اللي تم في كافة وسائل الإعلام تقريبا للعمل تعامل معه جنائيا بالدرجة الأولى وليس سياسيا بالدرجة الأولى. لما أقول جنائيا بالدرجة الأولى يعني الجميع أخذ يتوقف عند مسألة كيف دخل الشخص، كيف خرج، هل في حقيبة، هل في شنطة، يعني هل الأمن، أهمية الحدث والمكان. نعم، لكن القصة في النهاية اللي المفروض نتوقف أمامها بشكل أقوى يعني خلي بالك، الذين كانوا يتحدثون ينقدون ويعني ويدلون بآرائهم لهم شافوا مسرح الجريمة ولا شافوا أدواتها ولا تبعوها عن كثب، كان في آراء معلقة مجتهدة في الهواء كلها لا تمس إلى الجانب الجنائي في الموضوع، لكن الإطار السياسي للعملية الإرهابية كان غائبا تقريبا أو بيتم التعامل معه بدرجة أقل بكثير مما يتم التعامل مع التفاصيل الجنائية. فإحنا أغرقنا في هذه التفاصيل الجنائية بعيدا عن الإطار السياسي وهو الأهم. أي عمل إرهابي سواء كان وصل إلى تحقيق هدفه أو لم يصل إلى تحقيق هدفه، هدفه الأساسي هو الترويع، هدفه الأساسي هو التخويف، هدفه الأساسي هو زعزعة الإرادة الوطنية، هدفه الأساسي هو خلق حالة عامة من الخوف والذعر، وفي نفس الوقت يعني محاصرة الإرادة الوطنية التي تريد أن تصوغ قرارا مستقلا. فالهدف الأساسي من العمل هو ده، الهدف الأساسي من العمل معنوي أكتر منه مادي. نعم في علاقة طردية بين كمية الدم التي يمكن سفكها، بين كمية المتفجرات التي يمكن استخدامها، بين أهمية المكان الذي يتم فيه العمل إلى آخره، ودلالات توقيت، وبين دلالتها وبين أثرها النفسية وأثرها المعنوية وأثرها المحبطة على الناس. للأسف الاستغراق في التفاصيل الجنائية ذات الطبيعة الجنائية على العكس من ذلك يعني بتساعد نتائج العمل نفسه على أنها تحقق جانبا من أهدافها التي ينبغي أن يعني تمنع من تحقيق أهدافها الحقيقية اللي هي أهداف زي ما بقولك بالأساس ذات طبيعة معنوية عامة في المجتمع. العمل يدخل في صلب ما يتعلق بالأمن السياسي. لما بنتكلم عن الأمن السياسي يعني بنتكلم عن مجرى عميق أمني، كل الروافد الأخرى سواء كنا بنتكلم عن الأمن الجنائي، عن الأمن الغذائي، عن الأمن العام، عن أي شكل ما، أمن مؤسسات إلى آخره، أمن أفراد، كل ده في النهاية بيصب في مجرى الأمن السياسي. أهمية هذا العمل أنه داخل مباشرة
في باب الأمن السياسي. الكلام عن مسؤولية الأمن وأجهزة الأمن، أجهزة الأمن في تعريفها العلمي هي اليد المحترفة في صناعة الأمن، لكن الأمن صناعة مجتمعية كاملة. يعني أجهزة الأمن لا تصنع الأمن، أجهزة الأمن هي اليد المحترفة في القصة، لكن المجتمع كله بيصنع الأمن. المجتمع كله بمعنى إيه؟ بمعنى الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والوضع الثقافي والوضع الفكري والوضع السياسي العام، نوع من والتربية الاستقرار والتعقيل آخرين. بيعني الاستقرار أو يسوي نعم. الاستقرار بشكل عام. نعم، كل هذه الروافد بتصب في جانب، لكن لما يجي حد يوجه لك ضربة بهذا الحجم في النهر الأساسي وهو للأمن وهو الأمن السياسي، يبقى هو يتطلب تداعيات زي ما بقول لك، مش همها بس سفك الدم الذي سفك ولا الشهداء الذين رحلوا إلى آخره، وإنما بيدور على الأثر. الأثر الأساسي هو الأثر المعنوي، هو الإحباط، هو الانهيار، هو ركوع الجبهة الداخلية، هو التخويف. وهذا ما ينبغي كان منذ اللحظة الأولى، خاصة وإن السيد الرئيس في اليوم التالي مباشرة الصبح تحدث عن أن الأمن استطاع أن يمسك بالخيط الأساسي في موضوع التفجير. ومع هذا دارت الأسئلة والاستفهامات وحلقات منتصف الليل في التلفزيونات كلها لا تتحدث إلا في الجانب الجنائي الموجود بالموضوع، وللأسف هي لا تتحدث عنه حتى من جانب الذي من جانب يعني نجاح قد ما كان جانب يعني جانب عامل الوقت ازاي وجانب البتاع. للأسف خلينا نناقش لو يعني هسيب حضرتك تكملي أسئلتك، دي المقدمة. لا أنا بس عايز أتكلم مع حضرتك في الأثر ازاي ما يقعش على المجتمع. المجتمع المصري مجتمع صلب في حد ذاته، إرادته دايما قوية وبيعدي كتير من الأزمات ومن المحن. هو خرج من أول أثر إن هو فتنة طائفية، لا مش فتنة طائفية، مش هتقع الفتنة الطائفية، وما فيش اقتناع لدى المسيحيين بأن المسلمين مسؤولين عما يحدث داخل الوطن أو أي نوع من الشقاق. الحقيقة الفتنة دي خرجت مش بس على لسان الإخوة المسيحيين اللي هم بالأساس طبعا بيجمعنا إن احنا مصريين ومواطنين، خرجت كمان على لسان البابا توادروس في تصريحاته المختلفة، وقال صراحة، قال لك إن احنا وقفنا بجانب بعض مسلمين ومسيحيين ده اللي بيخلينا نقدر نعدي الأزمة وبيخلي المحبة الوطنية إن هي بتزيد. إذا الاختبار الأول أو الأثر الأول اللي كان مرجو من الحادث ما وقعش، لكن أنا عندي برضو مش عايز أهون ومش عايز أهول. الحيطة والحذر فيما هو قادم، فتنة المواطن نفسه. حضرتك ذكرت إن مش الأمن كل حاجة، إن أمنك الداخلي أو أمنك مسؤوليته بتقع على عاتقك أنت نفسك في رصد العناصر دي أو حتى الاشتباه فيها. إزاي ده يكون حس أمني عالي داخل كل واحد فينا؟ شوفي، أولا علينا يعني أن ندرك أن هذا العمل ليس هو العمل، لا هو الأول ولا هو الأخير، رغم سماته الخاصة اللي ممكن نتحدث عنها. في موجة مضادة عالية جدا تستهدف مصر، وهذه الموجة لها طابع اقتصادي ولها طابع فكري ولها طابع يتعلق باستخدام سلاح حقوق الإنسان إلى آخر كل يعني المحاولات مستمرة وبتاخد مستمرة أكثر من على كافة الجبهات، مستهدفة في النهاية تركيع مصر. مصر لن تركع، مصر لن تركع، وده مش مجرد تفاؤل كاذب أو تفاؤل مصنوع، لا ده قدر مصر التاريخي. يعني مصر مرت عبر آلاف السنوات بظروف أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة وبمحن وبقوة مضادة وباحتلال مباشر وإلى آخره، وقارعت كل الخطوب وكل التهديدات اللي في الدنيا، وخرجت في الآخر وضاحت الجبين مرفوعة الرأس. ده قانون مصر، قانون مصري في الحقيقة، وإلا ما استطعتش هذه الأمة أن تقطع يعني كل مراحل التاريخ وتبقى صامدة في مكانها، محافظة على هويتها الخاصة طول هذا التاريخ. لكن اللي أنا عايز أقوله، لا احنا متوقفين قدام حدث كبير ضخم هائل فعلا مؤلم مزعج إلى آخره، لكنه ليس حادثا عابرا. احنا مصر واقعة في قلب التهديد الآن، هذا أمر ينبغي أن ندركه. وبالتالي المسؤولية مسؤولية مجتمعية كاملة، مش مسؤولية أجهزة الأمن فقط، مع أن أجهزة الأمن أنا هاجي عند
الحادث نفسه ونتكلم عنه برضو. لكن اللي أنا عايز أقوله لك باختصار شديد، أنا في هذا المكان منذ يعني أكثر من عام أنا كنت بتكلم أن احنا في حرب ضد الإرهابيين، لكن أنا لسنا في حرب ضد الإرهاب. المفهومين مختلفين تماما. احنا الأمن يلعب دوره في مواجهة الإرهابيين، في تمشيطهم، في متابعتهم. جنودنا العظام يعني يقدمون دما سخيا طاهرا في مواجهة الإرهاب في 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 سيناء وفي الشمال إلى آخره يعني. لكن في النهاية ما زال المجتمع، ما زال المجتمع بعيدا بعيدا جدا بمسافة بعيدة عن أن يخوض حربا مجتمعية ضد الإرهاب. لما بنقول حرب مجتمعية ضد الإرهاب يعني بنتكلم عن الإعلام، صحيح، اللي هو مستغرق في التفاصيل الجزئية السياسية الصغيرة دون أن يؤدي دوره الحقيقي بالتعامل مع هذه الظواهر على أنها ظواهر سياسية وظواهر لها طبع ولا بعد إقليمي ولا بعد دولي أيضا يستهدف مصر. لما بنتكلم بنتكلم عن الثقافة وأجهزة الثقافة ودورها، نعم. لما بنتكلم بنتكلم عن التعليم ودوره، لما بنتكلم بنتكلم عن الحياة الفنية والثقافية العامة في المجتمع. احنا فين من ده؟ إلى آخره. هذا ليس قاعد، مفيش استراتيجية قومية لمواجهة الإرهاب حتى الآن في مصر. في عمل شجاع دؤوب ينبغي أن يحيى بتقوم بأجهزة الدولة وأجهزة الأمن والقوات المسلحة المصرية العظيمة على قدم وساق، لا أحد يستطيع أن ينكره أو يكحده، ونحن ندين لها بالفضل بالتأكيد في هذا. أمننا هي الذي تحرسه. لكن في النهاية ما هو دور، كيف نحول الحرب ضد الإرهابيين إلى حرب ضد ظاهرة الإرهاب بالمعنى المجتمعي العام الفكري والثقافي والسياسي والإعلامي والاقتصادي يعني إلى آخره. ده اللي بيحتاج اللي حرك الموضوع ده أكتر من مرة الحقيقة السن المبكر للانتحاري، يعني أثير حوله الكثير من التعليقات. يعني كيف تجند هذه العقول وكيف بدأ في التجنين من سن 16 سنة؟ يعني احنا بنتكلم عن واحد انتحر 22، كان في تجمع واعتصام رابعة وهو عنده 18 سنة. نعم. كان بيجند في من سابق ويتم إعداده من هو سن 16 سنة. نعم. يبقى أنا بتكلم عن مؤسسات تنشئة، بتكلم عن أسرة بالضبط كمان، لأن في خلل واضح جدا طبعًا. كان في أسرته طبعًا. من خلال ما أعلن عنها من أخبار وعدد أفراد الأسرة ووالده بأنه فصل من القوات المسلحة المصرية دون معرفة أسباب حتى اللحظة. كل هذه الأمور بتجعلنا نتحدث عن الكثير من المحاور اللي حضرتك ذكرتها. نعم. الاستراتيجية القومية على أي أساس بتسير واللي احنا متعطلين فيها لحد دلوقتي؟ مين المفروض يحركها؟ سيادة الرئيس في أكثر من مرة وفي أكثر من محفل يتحدث، سواء في افتتاح مشروعات قومية أو حتى في مؤتمرات وطنية، بيتحدث عن ورقة عمل وطنية، سواء في مجال التعليم ومبادراته، سواء فيما يخص تجديد الخطاب الديني، تحديث، سواء في هو تحديث لا على تحديث على أي محاور أو أوليات التنفيذ نفسها يمكن بنفتقدها. الاستراتيجية العامة بنحط لها عنوان، لكن ألياتها وخطواتها بتفتقدها العناصر التنفيذية المسؤولة عنها. دي برضو ليست مسؤولية الرئيس، رمى يعني ألقى في 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 المجتمع كله بخطابه الخاص بالتحديث الخطاب الديني، وفي النهاية انتهى في إحدى الوزارات إلى أنه يوحدوا خطبة الجمعة. هو قال أنا ما قلتش كده حتى، إلا يعني هقولك إذا كان في يعني حد كان بيعاقب ومن ضمن وثيقة عقابه، مش عقابه الجنائية، عقابه الفكري يعني من إحدى الجامعات، أنه اتخذ الشيخ محمد عبده أن أحد مراجعه الشيخ محمد عبده، وهذا مجدد آخر مجدد حقيقي للإسلام من قلبه مش خروجا على الإسلام. يعني محمد عبده شيخ المجددين المحدثين في التاريخ المعاصر بيتحول إلى يعني مشروع لنقد الآخرين، أو مش نقد يعني إلى اتهام الآخرين بأنهم يعودون إلى الشيخ محمد عبده، رغم أنني أرى أن النقطة الحقيقية لتحديث الخطاب الديني تتطلب بضرورة الرجوع إلى الشيخ محمد عبده. أضرب لك مثل آخر، في كتاب واحد لو تم وضعه كمقرر كمنهج في المدارس الثانوية في أولى ثانوية ولا في الإعدادية في مصر، أنا أعتقد أنه قادر على امتصاص كل اللي أنت بتقولي عليه من التيارات دي. اسمه التفكير فريضة إسلامية، تأليف
رجل لا يشك في إسلامه طبعا ولا في 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 امتلاكه للمعرفة، اسمه عباس محمود العقاد. كتاب محمود العقاد بس ليه؟ الواقعة الخاصة بالشباب الصغير اللي بتتحدثي عنه هو في النهاية، هو أن العمل الأساسي الذي يجري معه هو تعطيل آلة التفكير. شلل العقل، هو بيعطله آلة التفكير، وبالتالي بيتحول إلى وعاء ضيق يستوعب أو يجمع ما يوضع فيه، ويتحرك كأنه يتحرك كأنه جسم آلي في النهاية. هو لا يدري ماذا يفعل، لأنه في النهاية تم تعطيل آلة التفكير. إيه اللي المطلوب؟ أنك تقضي منهج التفكير، أنك تحرضي على التفكير، أنك تؤكدي أن الإسلام الحقيقي يجعل التفكير في موضع الفريضة. بس عندك كتاب جاهز لمؤلف عبقري كبير جدا اسمه عباس محمود العقاد، بيتحدث الكتاب كله موجه إلى التفكير فريضة إسلامية. يعني لماذا ده ده بيخلق لي نوع من التحصين، تحصين العقول. وحضرتك زي ما بتقول في سن أولى ثانوي، يعني هو السن اللي احنا بنتكلم فيه في الخطورة، اللي هو 15-16 سنة اللي بيتم فيه استقطاب هذه العقول. لكن أيضا لما بتحدث عن عملية فيما توقيت مهم ولو دلالة، وبتكلم عن مكان استراتيجي مهم ولو دلالة، وبتحدث عن محاولات لفتنة، أنا بتكلم عن جهات مختلفة. نعم. عن تمويلات. نعم. عن بيان للداخلية خرج بذكر دولة بعينها أكثر من مرة في البيان، تم التردد عليها للتدريب أو للانتقال من مكان إلى آخر من أحد المتهمين أو العقل المدبر للمشهور بالدكتور. نعم. كما قيل. إزاي بقدر أتعامل مع الدول دي؟ القانون الدولي هل بيتيح لي مقاضاتهم؟ هل بيتيح لي أن أنا بحاسبهم على حضانتهم لهذه العقول الإرهابية، أو حتى لاشتراكهم من ناحية الإقامة، أو حتى الجنسيات اللي بتعطى ليهم بأن هي بتخرب في الداخل عندي أو في شؤوني الداخلية؟ شوفي، يعني الحديث عن القانون الدولي حديث ذو شجون، لأن الحقيقة حتى الذين يتحدثون، يعني المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة الآن عمالة تتحدث عن الجانب الإنساني والأخلاقي في سوريا، بينما ثلاثة أرباع الأسلحة الموجودة في 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 يد الإرهابيين وجمعهم تم بدول غربية، حتى الرقة نفسها، الرقة اللي الرئيس الفرنسي طالع بها بيتحدث الآن، الرقة كادت تتكلم الفرنسية أكثر من العربية بحكم القادمين من الغرب إليها. هؤلاء الذين سفكوا الدم في كل مكان هم الذين يتبرؤون منه ويظهرون وجها إنسانيا غير صحيح وغير حقيقي، قناع إنساني في الحياة. ومين اللي مول كل هذه الحركات؟ ومين اللي جلبها؟ ومين؟ مش عايز أدخل في تفاصيل استراتيجيات ضاع الوقت بعيدا عن الموضوع الرئيسي، لكن للأسف الشديد الذين مولوا هذه الحركات والذين اختلقوها واصطنعوها وفتحوا أمامها الطريق هم الذين الآن يعني يخلعون على وجوههم، يضعون على وجوههم أقنعة إنسانية بكائية لاستنقاذ ما تبقى منهم، للأسف الشديد، مش العكس كمان. عايز أقول لسيادتك حاجة عشان تربطي الظواهر دي كلها. في بيان طالع من جماعة الإخوان المسلمين اليوم بيبرئ نفسه من القصة، وإن كان يدس السم في العسل، ويكاد أن يتهم الدولة المصرية أنها هي التي قامت بالتفجير لمصلحتها، وهذا كلام خطير للغاية. تتذكري قبل حادثة الكنيسة القديسة، الكنيسة الأخيرة، لا الكنيسة، لأن كان نفس النبرة الحقيقة أن برضو الدولة المصرية هي اللي نعم وثبت بالدليل القاطع بعد ده كده صحيح. مش ده صحيح. لكن أقول لك الحادثة التي تمت أمام المسجد في 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 الهرم قبلها ب 48 ساعة. أيوه. البيان الرسمي الذي صدر لجهة بتقول أنها المسؤولة عن القنبلة التي انفجرت وأودت بحياة الشهداء العظام دول اسمها حسم. طيب ايه حسم دي؟ حسم دي اعلنت مسؤوليتها قبل هذا الحادث عن 7 عمليات ارهابية على انها تنظيم مصري. حسم ظهرت في سوريا قبل 3 سنوات تحت نفس الاسم، ووصلت اعدادها الى 5000 ارهابي، ثم انقسمت، جزء منها انضم للجيش السوري الحر الذي كان ايضا وليد الاخوان المسلمين، وحسم هي نطفة من نطفة الإخوان المسلمين، يعني هم أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين، وجزء انضم إلى داعش عشان داعش أعلنت مسؤوليتها. أنا عايز أقول أن الخطوط والفواصل
بين هذه التنظيمات ها لا متداخلة مش مقطوعة. ما جيش الإخوان يقولوا لي أنا بريء وأنا لم أفعل ويطلع في نفس التوقيت. أي مكانت المسميات لكن الخطوط بتربطها في الآخر. حسم نفسها أيضا تحت نفس المسمى ظهرت في العراق، ولكنها كانت تنظيم أضعف فانضمت إلى داعش وأصبحت تحت جناح داعش. إذن نقول حسم، نقول داعش، نقول الإخوان المسلمين، نقول تنظيم بيت المقدس، نحن نتحدث عن كيان واحد له رأس واحدة تحركه وأكثر من وجه، هي مجموعة مخابرات أجنبية في النهاية وليست تنظيمات محلية. هذا عمل تم محليا ولكنه عمل مدبر من أجهزة مخابرات أجنبية باليقين، وهذه أدوات بما فيها الدولة العربية التي أشار إليها تقرير البيان، أشار إلى قطر الحقيقة حتى هذه الدولة العربية، حتى هذه الدولة هي مجرد أداة بتستخدم في إيد أجهزة مخابرات غربية تريد أن تستهدف مصر وأن تركع مصر في هذا التوقيت. ليه؟ نيجي لطبيعة الحادثة نفسها بقى، لهؤلاء الذين قعدوا يعني يكذبون، إزاي استطاعوا أن يصلوا بالدليل إلى أن هذا هو المتهم، وليشككوا في الصورة وليشككوا في أصل المصدر ويقولوا لي خرج من سجن، وتحولوا إلى خبراء وهم لا هم في مسرح العملية ولا لديهم مفرداتها ولا يمتلكون حتى منهج للتعامل معها في الحقيقة. يعني شيء قاسي. وأصبحت منصات الإعلام في مصر كلها مكرسة لهؤلاء. إيه ده؟ إيه فين الدولة دي؟ والله شيء يعني غريب جدا. يعني شوفي نمرة واحد، هيقولوا إن في تقصير أمني، أنا بقولك مفيش تقصير أمني، هذا تقديري، إن مفيش تقصير أمني. ليه؟ إنما في ثغرة. شوفي القوانين تسن كي تخالف، يعني احنا بنعمل قانون مرور وناس تخالفه، بنعمل قانون الإجراءات الجناية وناس بتخالفه وتروح تعمل جرائم. الجدار هم بيدوروا على الثغرات. نعم الجدار الأمني أيضا له ثغرة، في ثغرة لازم يكون في ثغرة، لكن لازم يكون في حد دخل إلى المسرح ده. مش الرواية الساذجة اللي بتقولك ان الولد راح امبارح وبص وشاف المدخل، مش ده، لا دي شغلانه. القصه دي التفجير ده، العمل الارهابي ده في اطاره السياسي، ده عمل يحتاج الى شهور طويله للاعداد له في المسرح والبحث عن ثغره للدخول منه. ايه اللي حصل؟ المشكله فين؟ المشكلة أن ترتيبات الأمن هنا بيقوم بها فريقين مختلفين. الشرطة المصرية مسؤولة عن الكنيسة من الخارج وحوازها، لكن الكنيسة أو جهاز أو شركة أمن خاصة، وأنا رأيي كمان يعني بالمناسبة كده أن شركات الأمن الخاصة في مصر التي أطلق حتى الأمن هنخصصه يعني شركات الأمن دي لابد أن تتبع وزارة الداخلية بشكل أو بآخر. ما ينفعش يبقى في شركات امن خاصه بهذا المستوى في مصر، ما ينفعش بصراحه. ايا كان الامر، اللي جوه هم المسؤولين عن التفتيش، وهم اللي مسؤولين عن دخول الافراد، وهم اللي مناشئين عن مراقبه الحدائق الى اخره. يعني الثغره تيجي فين؟ تيجي من عدم وجود تنظيم تعاون قوي لحظي بين القوى الامنيه المسؤوله عن الخارج والقوى الامنيه المسؤوله في الداخل. ما فيش تنظيم، لأن اللي جوه مستقلين بأنفسهم، أو شركة الأمن أو المكلفين بالأمن داخليا مسؤولين عن أعمالهم، واللي بره بيقوموا بواجبهم على الوجه الأكبر. إيه هنا تنظيم التعاون بين الجهتين دول؟ كل جهة بتتصرف. الداخلية من الطبيعي أنها تتصرف في الخارج بشكل مستقل، لكن مش طبيعي إن الجهة الأمنية أين كانت في الداخل أو مسؤولين الأمن يتصرفوا بشكل مستقل عن اللي بره. هو اللي حصل ايه؟ ممر ضيق جدا، عبروا الولد بشكل طبيعي جدا، ثم قفز الى داخل، المسؤول عن الامن الداخلي جري وراه، خلال 10 ثواني 30 ثانيه كان تم التفجير، وكان الذي عدا وراءه هو اول الذين تم تفجيره. هنا تتكلمي عن ثغره، انما ما تتكلميش عن تقصير. عشان لكن أن تملأ الدنيا ضجيجا بان التقصير الامن، التقصير والامن مقصر. الأمن طيب، لما الأمن يجي يظهر، وأنا مش بعمل دعاية الأمن ولا بدافع، أنا واجبي أن أقول الحقيقة، واجبي أن أقول الحقيقة.
لما يجي بعد كده تستبعد يعني أجزاء الشهداء الكاملة ونصف الكاملة، ثم يبقى رماد أو حطام شخصين، هم رجلين بس اللي كانوا، الباقي من السيدات والأطفال، ثم يجمع ثم يكشف عن الحمض النووي، ثم يقدم الأمن في اليوم التالي مباشرة، تأكيدا أن ده شخص، مش كده وبس بقى، لا، يقدم توثيقا أن هناك جماعة، مجموعة إرهابية، خلية إرهابية كان يتابعها، وإن عنده على الأقل 70-80% من المعلومات عنها، بدليل أنه حدد أفرادها ومساكنهم، وحدد المسؤول عن الخلية، وحدد اللي هو اسمه الحركي الدكتور، وحدد أنه كان موجودا في قطر، وأن التخطيط تم هناك، وأنه جو واستعان بهؤلاء الأفراد، وهو الشخص الوحيد اللي هارب في هذه المجموعة. نعم. يبقى المفروض نقول أن الناس كانت بتوثق شغلها، أن الناس كانت متابعة لهذه الخلية بدرجة أو بأخرى. النقطة الثانية في مسألة الثغرة، خلي بالك هذا أول عمل على الأقل منذ سنوات طوال في مصر اللي يستخدم فيه حزام ناسف. نعم. من الطبيعي إن جدار الأمن الخارجي والداخلي مهيئ تغير نووي طبعا لا غير كده، أنا بقول لك انعكاسه نفسه على مسألة الأمن اللي موجود. المتوقع إن اللي هيدخل هيحط قنبلة بمفجر هيحملها في عقيبة، لو دخل 10 طن في شنطة يعني هيظهروا، إنما شخص داخل بمظهره الطبيعي وعليه حزام ناسف، هذا عمل جديد تماما. وده جوهر الاختراق في الفكرة، ده جوهر الاختراق، هي فكرة الحزام الناسف وفكرة عدم وجود تنظيم تعاون لحظي بين الفريقين. لكن ما نجيش احنا في النهاية بقى في لحظة مفعمة بالأسى والحزن، واستطاع جهاز الأمن انه في اليوم التالي مباشرة يحدد بالحمض النووي الشخص، ثم يحدد الخلية التابعة له، واحنا نطلع في النهاية يبقى حديثنا المضار. انا ما عنديش مانع ان حد يطلع ينتقد، عنده رؤية نقدية، ينقد البيان، هذا رأيه، لكن هذا مش هدام، لكن يعني ما يبقاش في أهداف معاكسة. غير كده أنا أقصد ما يبقاش ده الهم العام الإعلامي اللي موجود في المجتمع. الحلول يا دكتور، الحلول إيه؟ إحنا عقب الحادث جالنا سيل من التعازي والإدانات والرغبات في التعاون مع مصر في محاربة الإرهاب، لكن ربما بعد ما الأحداث بتخلص ما بيبقاش في أي نوع من التعاون الواضح، بدليل أن مجلس الأمن الدولي أدان بالإجماع وقال أن احنا مفروض نعمل قوانين دولية لمحاربة الإرهاب في غياب أي مؤتمر دولي بيتحدث عن الإرهاب أو حتى مجابهته كظاهرة عالمية. احنا بنتكلم عن مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب من قبل ثورة 25 يناير بسنوات طوال، ولا أحد هو من اللي جاب الإرهاب لهذا ومن المنطقة. قبل ثورة 25 أيوة أنا بقول من قبل سنة بسنوات طوال، هو مين اللي جاب الإرهاب؟ إيه وظيفة الإرهاب في المنطقة؟ أنا قلت لك حسم موجودة في العراق، كانت حسم، كانت موجودة في سوريا، حسم التي رفعت شعارها في القاهرة مؤخرا وقدمت بيانات أنها مسؤولة عن 7 عمليات إرهابية، هذا يعني أننا أمام إرهاب له بعد إقليمي وله بعد دولي بالضرورة. ليه مصر دلوقتي؟ سيناريوهات سقطت ربما في حكم الإخوان، شوفي سيناريو التقسيم أو الفوضى في الداخل المصري فشل. شوفي لا هو في فوضى في نجح في بعض الدول العربية لكن لا هو في فشل عام في المنطقة الآن. الجيش السوري يتقدم لإنهاء وجود داعش في حلب ولم يبقى له يعني تقريبا خلال سويعات قليلة سيعلن تحرير حلب، لكن بمعاونة من روسيا في هذا نعم بمعاونة من روسيا، ولو ما يتدخل الروس كقوة لها إمكانات، لو لم يتدخل الروس في توقيف معين وانتزعوا المبادرة الاستراتيجية لكان النظام في قد انتهى، لأن كان في تهديد بتدخل أمريكي مباشر حتى لضرب دمشق نفسها يعني. لا هم كانوا يريدون أن يفرغوا من هذا، لكن هي إيه القصة؟ القصة جت من إيه؟ القصة جت منذ بدء الفتح الاستراتيجي لضرب العراق، الجيش الأمريكي تدخل لضرب العراق، ضرب العراق كان مقدمة لتغيير موازين القوة في المنطقة ولتفتيت المنطقة كلها. نعم. التكلفة التي دفعت في العراق بالنسبة للأمريكان كانت باهظة جدا، وصلت إلى 3 تريليون دولار، التمدد حسابات تكلفة في النهاية، في أزمة اقتصادية طاحنة في الولايات المتحدة وفي الغرب كله،
ما قدروش. بدأت الفكرة الثانية وهو نقل الحروب من حروب بين الدول إلى حروب داخل الدول. نعم. طب كيف ننشئ حروبا داخل الدول؟ ما فيش إلا مسألة أنك أنت تبدأي في إيقاظ مجموعات مذهبية معينة وتمديها بالمال وبالسلاح وتفتت المنطقة بها. مين اللي دفع تمويل هذه الجماعات؟ المنطقة نفسها، الإقليم، دول في الإقليم، دول في الخليج العربي، عشان نبقى واضحين. الآن كان هذا الـ يعني المسلسل الاستراتيجي ده، الرؤية الاستراتيجية، المشروع الاستراتيجي الغربي سيستمر في المنطقة بالكامل. مصر الذي أوقفته إمتى؟ في 30 يونيو. إحنا، وأنا دايما بكرر المسألة دي ولن أمل منها، إحنا حتى الآن لا نعرف القيمة الاستراتيجية التاريخية لما حققه هذا الشعب المصري العظيم والجيش المصري العظيم في 30 يونيو. احنا انهينا، شرخنا، اضعفنا، اوقعنا ضررا بالغا بالاستراتيجية الامريكية في الاقليم. للامانة مش احنا بس، احنا كنا اصحاب العمل الحاسم الواضح اليقيني طبعا. الذين قاتلوا في سوريا ستظل مصر بمفردها في محاربة الإرهاب. لا. إذا أيوة كنا نعم. نتحدث عن قوة خارجية تريد بك شغل، أو حتى في بعض الدول التي ما زالت بتتحدث هل جماعة الإخوان المسلمين تدرك بأنها جماعة إرهابية داخل مجتمعاتها أم لا؟ يعني بريطانيا مثلا، الولايات المتحدة الأمريكية بخلاف تصريحات دونالد ترامب الأخيرة بأنه سيمرر القانون الذي يعتبر جماعة الإخوان في الداخل الأمريكي بأنها جماعة إرهابية، لكن لم تتعدى التصريحات حتى اللحظة. كل هذه الأمور وغيرها من الدول الأوروبية التي بترعى التنظيم أو مقرات للتنظيم ومحركات من خلال عقول معينة سواء في مواقع إلكترونية أو حتى في تجنيد بشر لتفعيل سياساتهم المختلفة. شوفي، عايز أقول لك في حلب في المواجهة الأخيرة عثروا على مخازن أسلحة، مخزن من مخازن الأسلحة كان فيه 2 مليون قنبلة، 4000 صاروخ جراد عيار 75 وعيار 40، كمية من الأسلحة كانت تكفي لأن يستمر وقود الحرب لمدة سنتين كمان في حلب. ده مخزن من المخازن. تكلمي عن من الذي دفع هذه المليارات في توريد هذه الأسلحة؟ مين اللي دفعها ولماذا؟ وبعدين تقولوا لي ثورة وثورة ثورة، وتقولي لي معارضة معتدلة ومعارضة إرهابية، حتى لو كانت بدايتها بتبقى بغرض إصلاح في الداخل، ولا كان في بدايتها إصلاح، بدايتها بدأت يعني بلا سوريا، ولا في بدايتها إصلاح. غير صحيح، خاصة هي بتعاني منها حتى اللحظة على مدار سنين. هذا الكلام غير صحيح. نحن يعني ناس الذين كانوا يرى العمق في سوريا كانوا يعرفون أن ما حدث في سوريا كان مدبرا، وأنه بدأ بتنظيم اسمه الجيش الحر. هذا الجيش الحر كان كوادر من الإخوان المسلمين بالأساس، وبدأ بإسقاط النظام. النظام تعامل بعنف في البداية، نعم تعامل بشكل أكثر مما تطلبه اللحظة، نعم، لكن كان في مخطط استراتيجي موجود، في عناصر من 100 دولة موجودين في سوريا، كل دول ثوريين جايين يعني من أجل الديمقراطية. وإيه الديمقراطية دي اللي بتعبد؟ إن التحدي سيظل دائم سواء في مصادر تمويل. لا، في نقطة، احنا في نقطة تحول دولية. فضل. احنا في نقطة تحول في النظام الدولي كله، صنعتها دماء المصريين وصنعها المصريون. وانا بقولك اللي حصل في 30 يونيو في نذائجه الاستراتيجية يكاد يكون مماثل او قريب جدا من اللي حصل في مصر، واللي عمله برضو الشعب المصري والجيش المصري في حرب 56 لما اسقطنا الاستعمار التقليدي كله، انتهت بريطانيا وانتهت فرنسا وبدأت الإمبريالية. إحنا اللي حاربنا في 30 يونيو طبعا، كل الذين قاوموا في الإقليم، اللي قاوموا في العراق يعني ساعدوا، اللي قاوموا في سوريا والجيش السوري الباسل ساعد، لكن الفيصل كان هنا في الحقيقة، الفيصل كان في 30 يونيو في مصر. ولهذا اللي بيحدث في أمريكا الآن، في تغيير حقيقي في أمريكا، مش تغيير شكلي، مش مغامرة فردية لرئيس اسمه ترامب. لا، في نخبة جديدة بتتشكل في الولايات المتحدة لتغير الاستراتيجية بالطبع، وليس طبعا لأن الأشخاص. الاستراتيجية الأمريكية ممتدة منذ 25 سنة، ربع قرن، وصلت إلى فشلها الذريع بثورة 30 يونيو. هل ستسقط الورقة التي تحدث بها الأمريكان عن فوضى خلاقة عن طريق جماعات متطرفة؟ نعم، الآن بقى
في لحظة التحول التاريخي اللي حصل في العالم كله في أكثر من ظاهرة. الظاهرة الأولى أن المهزومين الحقيقيين بالتغير الذي صاغه الشعب والجيش المصري يدافعون عن مواقعهم الأخيرة وقواعدهم الأخيرة، ولهذا هم بيصعدوا، مش بيصعدوا في مصر، بيصعدوا في مصر، بيصعدوا في العراق، بيصعدوا في سوريا، وقد يصعدون في أماكن أخرى. فعايز أقولك أن التصعيد الآن ليس تصعيد المنتصرين، إنما هو صعود المهزومين الذين يريدون أن يقفزوا بسرعة ويكسبوا الوقت بسرعة يعني ليحققوا جانب حتى من أهدافهم التي لم تتحقق. في تغيير كبير بيحدث. الظاهرة الثانية بقى إن القوى الاستعمارية القديمة استيقظت حاستها وتريد أن تتبوأ مواقع في المنطقة، وإذا أمريكا تخلت القوى القديمة زي بريطانيا ستظل في الحقيقة تريد أن تحصل على قواعدها القديمة في المنطقة، ولهذا هي أقرب القوى قربة. تريزا مي وحضورها لاجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي، لا هذا ليس يعني جديدا على لكن فكرة، لكن في نوع من التحول في المجتمع الدولي عموما. بص، الدعوة لحضور مجلس التعاون الخليجي من قبل مجلس التعاون للبريطانيين تم قبل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بسبعة أيام. يعني قديم، وكان تمهيدا للتغيير الذي سيحدث في أمريكا زي قانون جاستا. إذن إعادة ترتيب للأوراق، المنطقة، العالم ذاهب في اتجاه آخر. أنا هقول لك أوروبا ستهدأ هذه، لا مش هتهدأ، أوروبا ستتفكك. شوكة الإرهاب هل ستنكسر في الفترة القادمة القريبة في المستوى المنظور؟ لا، في المستوى المنظور هناك تصعيد. تصعيد من ايه؟ انت عندك بالضبط عالم يولد وعالم يحتضر. هؤلاء المحتضرين في العالم الان هم الذين يشعرون انهم اقرب الى انفسهم الاخيرة، هم اللي هيستخدموا امضى اسلحتهم واخر اسلحتهم واخر ما في جعبتهم من دمار ومن تحطيم ومن محاولة إفشال وضغط معنوي وضغط مادي في المرحلة القادمة اللي المنظورة، قبل أن يعني تدفن هذه الموجة الإرهابية بشكل كامل. إيران في ردود فعلها على الحادثة طلبت بتشكيل جبهة إسلامية لمحاربة الإرهاب، هذا الطرح تعليق حضرتك؟ لا، أنا شوفي، الحرب على العراق لما بدأت بتقرير لمؤسسة أمريكية اسمها مؤسسة راند، يعني الجانب الاستراتيجي الفكري الاستراتيجي فيها، لما تقري التقرير في النهاية تحسي أن الهدف الأساسي هو ضرب الفكرة القومية العربية في الإقليم، ضرب الفكرة القومية العربية في الإقليم. ولهذا ضرب الفكرة العربية في الإقليم بدأت بمحاولة اختلاق تناقض بين القومية العربية أو مبدأ القومية العربية أو عقيدة القومية وبين الإسلام، وكأن الإسلام معادي للقومية أو القومية معادية للإسلام، مع أن الإسلام والقومية العربية يعني القومية العربية سابقة على الإسلام في المنطقة، لكن الإسلام جه أعطاها نبضا جديدا وأعطاها معنى جديد وأعطاها عقيدة جديدة يعني متجددة إلى آخره. لكن هذا الفصل بدأ لما بدأت تفصيل القومية العربية عن الإسلام، بدأت تقسيم الإسلام في نفسه، في إضعاف، نعم، في نوع من بدأت تقسيم الإسلام نفسه إلى مسلمين وشيعة، ثم تقسيم المسلمين نفسهم إلى يعني إلى مذاهب، ثم إلى آخره، لأن كان الهدف الأساسي هو إجراء عملية تفكيك كاملة في الإقليم. يبقى الطرح غير مقبول. إذا ليه مصر طول الفترة اللي فاتت برغم يعني معاناتها وسخونة أوضاعها وما يكابده المصريون حقيقة من عناء يعني وما يحملونه فوق ظهورهم من أحمال، كانت مصرة على فكرة القومية العربية وعلى فكرة الدفاع العربي المشترك؟ ليه كانت مصرة على إحياء النظام الإقليم العربي؟ الآخرون للأسف هم الذين تهربوا من هذا الشيء، يعني الآخرون هم اللي تهربوا قبل ما يتم توقيع الاتفاق بسويعات، الناس اعتذرت ثم ذهبت لتتحالف مع تركيا ثم ذهبت لتصوغ حلفا تركيا قطريا خليجيا.
للأسف الشديد وبقيت مصر وحدها. بصي على المصريين أن يدركوا علينا كلنا. ما هي دي العودة مرة أخرى اللي هنختم بيها حوارنا، العودة للداخل، كيفية الخروج شوفي من 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 هذه الظروف وكيفية التغلب عليها أو المرور عليها دون تأثر. معلش أنا كنت عايز أقول حاجة مهمة. تفضل. علينا جميعا إحنا حكومة شعب رأي أن ندرك أن حاجة الآخرين إلينا سواء في الإقليم أو في العالم أكبر بكتير من حاجتنا إلى الآخرين. نعم. حاجة الآخرين إلينا أكبر من حاجتنا إلى الآخرين. مفهوم. وهذا يعني أن نتمسك كما تمسكنا مهما كانت الصعاب والمواقف والضغوط بمواقفنا المبدئية الأساسية، باستقلال إرادتنا الوطنية، ببناء بلدنا، بصياغة أوضاع جديدة تستطيع أن تجعل الجبهة الداخلية المصرية أكثر تماسكا. شوفي أكثر ما يمكن أن نقع فيه من خطأ أن المثلث الذي أنجز ثورة 30 يونيو اللي قاعدة الشعب المصري العظيم وأحد أضلاع الجيش المصري وبقية المجتمع وأحزابه وقواء اللي كانت يقظة في هذا التوقيت وانضمت إلى الثورة، هذا المثلث الذي مثل رأس الرمح في إنجاز الثورة أسوأ ما يمكن أن نقع فيه من خطأ استراتيجي قاتل إحنا أو الحكومة أو أي حد، هو أن يسمح بتفكك أضلاع هذا المثلث. لا الإرهاب هو الخطر الحقيقي في مصر الآن، ولا تفجير قاعة أو قتل مجموعة أو سفك مجموعة من الدماء، الخطر الحقيقي هو تفكيك أضلاع هذا المثلث. وهذا المثلث علينا أن نحتفظ بأضلاعه متماسكة في قراراتنا وتوجهاتنا. لو كان في وعي كافي بالمخطط هيكون في وعي كافي جدا للقوة والتماسك. هذا دور الدولة بقى، أنا مش عايز أقول دور النخبة لأنني في الحقيقة لا أرى نخبة بالمعنى العلمي الحقيقي للكلمة، هذا دور الدولة ودور أجهزتها ودور القيادة، تمتين هذا الوضع الداخلي، يعني إعادة صياغة التوازنات كمان الاجتماعية الاقتصادية في الداخل، لأن الناس أنت تحتاجين إلى يعني السلاح الأساسي في الموضوع هو الشعب. والقانون والتشريعات اللي تحدث بها سيادة الرئيس في مناشدة لمجلس النواب أو حتى في الحكومة، التشريعات والقوانين اللي بنحتاجها طبعاً وقت حساس له ظروف استثنائية بيحتاج نوع من القوانين والتشريعات اللي بتقل فيها الثغرات. هذا شيء بدأ السعي لإنجازه بالفعل، أنا بتكلم عن الصيغ الاستراتيجية العامة. نعم. أن تنتقل مصر من مرحلة الحرب على الإرهابيين إلى الحرب على الإرهاب، أن تفعل ما في وسعها لتمتين وتصليب الجبهة الداخلية، أن تعيد التوازنات الاجتماعية الاقتصادية إلى الداخل، يعني لأن السلاح الحقيقي الذي سيظل أو الصخرة الحقيقية التي يمكن أن تتفتت عليها أي موجة إرهابية أو أي موجة مضادة ومعادية لمصر في الفترة القادمة هي جبهة هذا الشعب الداخلي. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الرؤية التحليلية، الدكتور أحمد عز الدين الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أنا شاكر فضلك. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة في من القاهرة، دمتم دائما في رعاية الله وأمين. إلى اللقاء.